فضيلة الشيخ أطال الله بقائك ذخرا للإسلام والمسلمين، رجل دفن ابنه السبت من الشهر التاسع في زاوية من البيت، فهل يجوز له أن ينبش عليه القبر ويدفنه في المقابر أم ماذا عليه؟ السؤال هل غسله وكفنه وصلى عليه؟ الأفضل أن يحفره الآن، أن يحفره وينقله إلى المقابر. لا بأس، الرفات يأخذ الرفات، يحفره الآن ويأخذ رفاته، لأنه بقي شغل مكانا من البيت، وإن حجر عليه صار مشكلة أن يقال هذا قبر، ثم بعد مضي السنوات الكثيرة ربما يتخذ وثنا. نعم.